ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكثير من الأمور التي نهى عنها الشرع تتورط فيها النساء تورطا، لا يزعهن خلق ولا يمنعهن دين ولا يقف بهن عند حدود ما حرم الله تبارك وتعالى عرف ولا شرع. من ذلك أن كثيرا من النساء يأتين السحرة والمشعوذين والعرافين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا سأله دون أن يصدقه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم، والذي قبله رواه الأربعة، وهو حديث صحيح. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكاهن نفسه؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فكيف بالعراف نفسه؟ ومعلوم أن العلماء حكموا بأن السحر كفر، وأن الساحر كافر، وأن حده ضربة بالسيف، يقضي بذلك القاضي الشرعي وينفذ ذلك الوالي الشرعي. فكثير من النساء يقصدن العرافين والمشعوذين والسحرة ويؤمن بذلك إيمانا مطلقا، وكثير منهن وكذا كثير من الرجال يعتقدن ويعتقدون في الكواكب والأبراج، وهذا مما كثر في هذا الزمان، حتى لقد خصصت له البرامج وأصدرت له المجلات والجرائد، وهنالك قنوات خصصت لأمثال هذه الأمور، وأكثر جماهيرها من النساء والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثر سماء أي مطر من الليل كان: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. والحديث متفق عليه. كثير من الناس لا يتحرك حركة إذا أصبح في يومه حتى يطلع على حظه، فينظر في برجه، سواء كان من برج الخنزير أم من برج الكلب أو غيره من تلك البروج، لكي يرى خريطة يومه كيف تكون. هذا كله شرك بالله رب العالمين، ولا يعلم الغيب إلا الله.